السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة وصاحب السعادة. الحقيقة مشاهدينا النهاردة بنتكلم في موضوع من الموضوعات المهمة جدا وهو مجلس النواب. الحقيقة خليني في البداية قبل ما أبدأ موضوعنا النهاردة أتكلم عن مصر أم الدنيا وأقول مصر ليست علما يرفرف ولا سجلا ولا اسما بسجل ميلادي، بل مصر قلب الدنيا النابض وشريانها شرياني. مصر يا جماعة مش مكان احنا ساكنين فيه بس، مصر أمنا فعلا وأم الدنيا، وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت وحلقات كتير قبل كده ان احنا لازم نحب بلدنا قوي ونحب وطننا قوي، علشان الحقيقة المرة ان احنا بنتحارب من كل اتجاه، والحقيقة كل الحرب اللي بتحصل حوالينا بره وفي كل اتجاه، والدعم التركي طبعا للإخوان ويعني والتحركات التركية في ليبيا وفي أماكن كتير قوي وفي شرق المتوسط، يعني تحركات مقلقة بتعرفنا وتخلينا أقول لكم دلوقتي بملء الفم، مصر يا جماعة مستهدفة، ومصر لازم تكون قوية وصلبة، لأن قوة مصر بتعني قوة العالم العربي كله. يعني الحقيقة اهتمامنا بوطننا مصر اهتمام واجب ومفروض علينا كلنا، اهتمامنا بان احنا نقيم جسور قوية لهذا الوطن امر مهم قوي. اهتمامنا تاني وبكرر تاني، اهتمامنا بجيش بلدنا مصر هو اهتمامنا بوطننا مصر. تاني بقول اهتمامنا بجيشنا اللي بيحمي وطننا، اللي مخلي لوطننا وبلدنا قيمة في وسط هذا العالم، هو اهتمامنا وحبنا ببلدنا مصر. خلوني حتى لو اطيل في المقدمه سريعا كده، النهارده بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمه جدا، انتخابات مجلس نواب 2020، ويعني الموضوع ده بيشغل الراي العام في هذه الفتره الحساسه والدقيقه. النهارده مشرفني شخصيه من الشخصيات العظيمه اللي يعني اثرت الحياه المجتمعيه بكم هائل من المجهودات والعمل المجتمعي، وخصوصا في فتره من الفترات الدقيقه جدا، فتره ظرف كورونا اللي عاشه العالم كله، وكان يعني كان فتره صعبه جدا. ضيف النهارده شاب محترم، شاب عظيم، شاب له اثر واضح قوي في العمل المجتمعي، وكان فئه الشباب هم الفئه الاولى المستهدفه. ليه؟ لان هو شاب كانت فكرته الحقيقه الاولى ان هو ينهض بمجتمعه مش بدايرته بس، علشان هو انتوى ان هو يرشح نفسه في مجلس نواب 2020، لكن هو حابب، وهنتكلم معاه دلوقتي، هو حابب فعلا ان هو يغير شكل وملامح مصر ام الدنيا. ضيف النهارده الاستاذ فتحي رجائي، بشرف حضرتك وبرحب بيك استاذ فتحي. اهلا بحضرتك دكتور مصطفى. اهلا بيك استاذ فتحي، انت منور النهارده ومشرفني. عايز اسالك سريعا علشان انت بالنسبه لي قيمه كبيره قوي، عرفني بنفسك، من هو فتحي رجائي؟ عايز الجمهور يعرفك. فتحي رجائي، فتحي مجايد، من مدينه نبرو. اهلا وسهلا. دقانيه. اهلا وسهلا. حضرتك شاب زي مدينة الشباب، كافحت وخدت مؤهل، ما كملتش الدراسه، خدت دبلوم تجاره. كويس قوي. وطبعا كان ظروف الاسره وسافرت وكافحت وكونت. سافرت بره، قعدت في بره في الخارج وكونت نفسي وزوجت نفسي ووقفت مع نفسي ووفرت لنفسي فلوس انني اقدر اشتغل واعيش في بلدي، يعني انزل اشتغل واعيش في مصر، يعني واصبحت رجل الاعمال بفضل بفضل ربنا، واشتغلت وعملت ليا اسم في المنصوره وفي القاهره وفي كل مكان، وبفضل ربنا يعني حاجات كتير يعني انا فكرت فيها وعايز اعملها، فطبعا اعملها في بلدي، يعني مصر هي اولى من اي مكان. برافو عليك. الواحد يعمل طموحاتك استاذ فتحي رجائي، رجل الاعمال عن دايره نبرو وطلخه منصوره، ليك طموحات وليك احلام، وسافرت بره علشان تشتغل وتكون نفسك، وما انتظرتش الوظيفه زي الشباب اللي هم بيخلصوا مؤهلاتهم وبيتمنوا قوي ان هو جيله وظيفه كويسه ويبقى يشتغل مدير وعايز مرتب كبير قوي. وطبعا شبابنا اللي شايفين دلوقتي عارفين الكلام ده كويس. انت ابتديت بنفسك، واول ما فكرت ان انت تغير ملامح الحياه في قريتك او في المركز بتاعك او في الدايره بتاعتك وهتبقى على مستوى المجتمع كله، انت لما فكرت تنتوي او تقول انا عايز ارشح نفسي في مجلس نواب 2020، كان ايه الهدف؟ عايز تعمل ايه؟
الهدف اللي انا يعني بفضل ربنا يعني عايز مصر كلها تبقى احسن بلد في الدنيا كلها، وعايز اغير من ملامح البلد، وعايز كويس اقف مع الرئيس بتاعي ان احنا شباب واللي احنا واقفين جنب حضرتك وان احنا دراعك اليمين، وعايز اقف جنب الجيش وجنب الشرطه، وعايز اقول لهم ان احنا الشباب احنا نقدر ان احنا نغير مفهوم البلد ونوصل للعالم التاني ان بلدنا ان احنا شباب ايد واحده، الله وان كويس احنا بننزل مش معتمدين على مثلا وحده محليه او معتمدين على اي مصلحه ان هي تخلص حاجه زي كده، لا احنا بننزل نشوف في البلاد مشاكل البلد والمشاكل اللي هي بتقوم بيها مثلا ان كانت ميه او كهرباء او صحه او مشاكل عائليه، الله وبنوصلها مثلا للمسؤول كويس قوي وبنكلم المسؤول وبنحاول برضك ان احنا نصورها ونبعتها ننزلها على صفحه ونناشد المسؤولين ان في مثلا موضوع كذا كذا عايزينه يتعمل. ففضل ربنا تاني يوم او بعدها بكم يوم المسؤول بيروح يعني فعلا عملت ده. عملت يعني حاجات مثلا كتير. مثلا خلينا اخد مثال، مثلا احنا من فتره قريبه كان في ظروف كورونا على العالم كله وكانت مؤثره على الدنيا كلها، ايه بصماتك عملت ايه؟ وكنت لوحدك ولا مع مثلا فئه المزارعين ولا الصناع ولا المدرسين ولا والله الشباب؟ عملت والله ايه؟ والله يا دكتور دي بالظبط عامله زي الواحد اللي دخل الجيش ودخل يحارب، لان طبعا احنا كلنا هنندر والبلد كلها هتندر، فكنا بننزل نكافح في البلد. اللي انا مش عايز مثلا المستشفى ديت مثلا يبقى فيها عدوى، مش عايز المسجد ده يبقى فيه عدوى، الله عليك، مش عايز البيت دوت يبقى فيه عدوى، عايز البلد كلها تبقى سليم. فطبعا كأن انا قاعد في البيت وخايف على اولادي، الله عليك، نفس الشعور دوت بنفذه على ارض الواقع في بلدي وفي كل مكان في مصر، مش في بلدي بس، مش في الدقهليه، لا في مصر كلها، ان الموضوع ما ينتشرش وان مصر ما يبقاش فيها الفيروس ده. تمام كويس. الوطني استاذ فتحي رجائي، يعني يمكن حتى بالهواء حضرتك وريتني الصور، هتنزل يا جماعه دلوقتي الصور بتاع استاذ فتحي رجائي المتعلقه بمجهوداته وشغله اثناء فتره وظرف كورونا. كنت بتتحرك ازاي؟ يعني هل كنت معاك فئه الشباب وكنت بتمر بقى على ده بقى قريه قريه وكنت بتعرف مشاكلهم وكان تصرفك ازاي؟ والله كنت مثلا بننزل بقى بصحى من النوم، طبعا ما كانش في شغل زي ما انت فاهم حضرتك، فطبعا كنا بننزل مثلا يعني اول نزولي كان بدايه عن حريقه اطفال في بلد اسمها كفر الابحر. الاطفال ديت ماتت. الصور معانا على الشاشه يا جماعه دلوقتي، يعني برضو نشوف مجهودات تظهر معانا على الشاشه يا جماعه من فضلكم. الاطفال دي ماتت في حريقه وما كانش في البلد متوفر فيها ميه، فنزلنا برضك وشفنا الوضع على ارض الواقع ونشدنا المسؤولين، ورحت كلمت رئيس شبكه الميه بخصوص الميه اللي ما نزلتش، وطبعا كافحت وكلمت المسؤولين وكلمت كويس. ناس بحيث ان احنا نقدر نشوف المشكله فين، وجبنا خرايط وخلاص الموضوع خلاص، والمشروع ان شاء الله يعني على الفتره القادمه يكون شغال. يعني حضرتك كنت بتتحرك بصفتك مواطن بقى، يعني خايف على بلدك وعايز، خايف على بلدي ومش عايز يعني. انا يا دكتور حتى انا شايف دلوقتي في خلال مشاهدينا من خلال طبعا الصور معانا على الشاشه، الاستاذ فتحي طبعا بيتحرك، حتى شايف مع ناس كتير قوي بيعمل شغل كتير قوي. دي كانت عمدان، دي كانت سلوك بتوقع على الارض، وكانت عمدان وكانوا الناس بيعانوا من الكرب. دي الخرايط بتاع كفر الابحر. كويس. دي حضرتك مشروع الخرايط بحيث ان هم يوصل لهم خط ميه. دي مسجد في العزبه الحمراء، رحنا عقمناه اول ما المساجد فتحت. بتروح بنفسك؟ بروح بنفسي ومعايا فئه من الشباب، مجموعه من يعني الشباب، مجموعه مثلا بنتصل على بعض، احنا رايحين الحته الفلانيه بننزل انت بتتحرك كل يوم بتعمل الحاجات دي؟ والله كل يا يوم دكتور انا بحاول اشوف الاحداث ومن خلال الاحداث انت حضرتك الناس بتكلمني في حد عنده مشكله، استاذ فتحي عايزين حضرتك معانا. قبل ولا بعد ما ترشح نفسك؟ والله قبل ما برشح نفسي، ان موضوع الترشيح دوت انا يعني مش يعني انا من صغري وانا متعود ان انا اساعد. مش هو الهدف؟ لا مش هو الهدف، بس انا من صغري متعود ان انا احس ان اي حد ناقص او محتاج لازم اقف جنبه واحسسه، وفي نفس الوقت انا بحب الرئيس بتاعي ومش عايز احسس اي عبء للدوله من ناحيه المواطن ان في سلك واقع او في زباله هنا او في مش عارف، عايز اخلي منظر البلد حلوه، وعايز اوصل صوت الناس برضك للمسؤول، لان انا بروح اخاطب المسؤول بقول له ان في خطا عندك كذا 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 كذا. تمام. يعني استاذ فتحي انت النهارده يعني وفقا يعني توجه القياده السياسيه وخصوصا بقى اختيارهم كده او تركيزهم على فئه الشباب وان تبقى يعني مصر ناهضه او بتنهض بايد الشباب وانت نموذج من الشباب، هل قابلك موقف ازعجك قوي وانت بتتحرك بقى في بين الناس وبتحاول تشوف مشاكلهم وتوجد حلول؟ هل قابلك حاجه زي كده؟ واكتر حاجه برضو ازعجتك واسعدتك، يعني هل بتلاقي في تعاون مثلا من الناس واستجابه؟
والله يا دكتور لما بروح مثلا واشوف مشكله وبلاقي الناس مثلا متضرره وزعلانه واحنا الحقنا احنا فينا كذا وشوفنا كذا، وبروح طبعا بنكلم المسؤول انا والفئه اللي معايا الشباب اللي معاك. وبطلب مثلا بشوف مثلا مين الاعلى في المسؤول وبقول له في كذا 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 كذا، ولما الموضوع بيخلص وبالمسؤول بيهتم بالموضوع وبيخلص الموضوع طبعا بيبقى فرح ليا وفرح للاهالي طبعا كلها. طبعا يعني انا حاولت ان انا اعمل اساعد بلدي، حاولت اقدم حاجه للبلد، حاجه يعني هي حاجة صغيرة بس في نفس الوقت ان الناس في الكرة وفي العزب وفي الاماكن ديت بيبقى الضوء عليهم مش قوي. تمام. فطبعا لما اروح لمسؤول واقول له في كذا في كذا في كذا، يعني دي حاجة بتفرحني، يعني طبعا طبعا حاجة في البلد تحس بانجاز كمان، يعني بحس بانجاز وبحس فعلا انني يعني انا بحب البلد وبحب كويس. بلدي وبحب جيشي وبحب رئيسي، فاني من نوع يعني حتى الجيش بتاعي يعني انا طالع واخد درجه رقيب مجند من الجيش بتاعي، يعني بفضل طبعا ربنا كنت تاني رقم واحد في قلب المنطقه بتاعي، ما شاء الله كنت ماسك مكتب افراد وقايم بالخدمات ما شاء الله والاجازات والحاجات دي كلها. فطبعا اتعودت ان انا اشوف اي غلط اصلحه وطني بما تحمل كلمه معنى، بما تحمل كلمه. الحمد لله. طيب ايه الاليات بقى اللي هتحاول تستخدمها علشان تحقق هذا النجاح في مجتمعك الصغير، كانت القرية، كان المركز، كانت المحافظة، كانت مصر كلها؟ والله يا دكتور يعني في أول حاجة طبعا موضوع الطرق وموضوع الإنارة وطبعا موضوع المستشفيات، موضوع التعليم، بس مش هقدر إن أنا أحمل على الدولة عبء ولاني مثلا أوعد الناس إن أنا هقدر أعمل مثلا مشروع ده أو مشروع ده. فطبعا أنا معايا كل حاجة موجودة وملفاتي موجودة، يعني بلدي أنا عايز بالنسبه لمدينه نبراه مستشفى نبراه مستشفى طب الطاقه. استسمحك فتحي، بيه معانا اتصال. حاجه فاطمه اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجه فاطمه، اهلا بيكي. اهلا وسهلا. يا اهلا. انا لو سمحت انا بس عايزه اشترك في البرنامج بس عشان عندي مشكله. اتفضلي يا فندم. بس انا مشكلتي والنبي انا في 2015. طب استسمحك بس الصوت بس يعلى شويه عشان اسمعك بوضوح، وطي التلفزيون تماما. طيب انا في 2015 يا ابني انا ابني كان في تمريض شرطه ماشي، وبعدين ابوه كان تعبان مرض مزمن وكان قاعد معاه في المستشفى. انا مش سامع بوضوح على فكره، يبدو الاتصال اتقطع. طيب فتحي بيه بقى رجل الاعمال العبقري اللي بيحاول ينهض بمجتمعه، كنت بيسال بقى قبل الاتصال عن ايه الاليات اللي تستخدمها عشان تحاول تحقق الاهداف دي. يعني بالنسبه للصحه وبالنسبه للتعليم، دي ملفات طبعا ثابته، ملف الصحه، ملف التعليم، ملف الطرق، ملف بالنسبه للاناره الطرق. بالنسبه للشباب عايز اقف جنب الشباب وعايز ادعمهم وعايز اشوف الشباب اللي هو اطلعهم من اللي هم فيه، اشوف مراكز الشباب مش موجوده في الكرة. الله عليك، لسه اسالك كويس قوي. ان انا احاول ان انا اوفر لهم اماكن ان هم يقعدوا فيها ويفرغوا الطاقه بتاعتهم فيها، واحاول اساعد اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه اقف برضه جنبهم وادعمهم واوفر لهم برضه اماكن ترفيه. بتعمل حاجه زي لقاءات مثلا اسبوعيه او حتى يوميه؟ النهارده مثلا انا بغض النظر بقى مرشح مجلس النواب او غيره، انا النهارده حابب اعمل عمل مجتمعي ناجح وهقعد النهارده مع فئه الشباب، هقعد بكره مع فئه المزارعين، هقعد بعده مع فئه المدرسين، هقعد بعده مع فئه الصناع. هل بتعمل ده فعلا عشان تقدر تطلع على بعض المشكلات اكيد يا دكتور من اثناء الفتره اللي فاتت وانا بس مين معانا؟ معانا اتصال، مين معانا؟ الو. ايوه ايوه يا فندم، مين؟ اهلا بيك. معاك محمد بن سويد. اتفضل يا محمد، اهلا بيك. اهلا بيك. عندنا مشكلة في وزارة الزراعة، عمال التسجيل. سيادة النائب عنده علم بها؟ تمام، أنا سامعك، اتفضل. فايش الحل فيها؟ يجي لنا 20 سنة بعقود على أمل التعيين. المشكلة متعلقة بمين يا فندم؟ وطي التلفزيون تماما عشان اسمعك بوضوح. عمال التسجيل سياده النائب اكيد عنده علم بيها، عمال التسجيل اللي هي العقود المؤقت. تمام، كويس كويس تمام. ال ال
حضرتك معانا يبدو الاتصال اتقطع. يعني عايز اقول حاجه يا جماعه، توجه القياده السياسيه دائما وابدا بتسعى ل مش هقول توظيف بقى الشباب، لا يعني وضع كل تخصص في مكانه المناسب، يعني الموضوع مش كده خالص. لكن انا عايز برضو اوجه تاني رساله للي بيشتغل مؤقت، ان هو اكيد لما يبذل مجهود وينجح في مكانه في مقاومه في تخصصه هيعين. يعني الدوله عمرها ما كانت اطلاقا ضد ان هي تعين حد او توظف حد والكلام ده كله. رساله ثانيه بوجهها للشباب، ان احنا يا جماعه ما نستناش الوظيفه زي ما قلت في بدايه الحلقه، نحاول نجتهد ونشتغل ونطلع ابداعاتنا، شبابنا مليء بالطاقه الايجابيه. معلش بقى فتحي بيه اكمل الكلام معاك تاني، اتفضل. فطبعا حضرتك طبعا اكيد عارف ملف الزراعه، بقعد مع المزارعين واتكلم معاهم، وحضرتك بتكلم مع المدرسين فئه المدرسين بشوف المعاناه بتاعتهم، وطبعا مع الاطباء بشوف. لان من قيمه برضك اسبوع دخلت المستشفى عندنا وبصيت وشفت برضك بعض العيوب وبعض المميزات، بحيث ان انا لما ربنا يوفقني وانجح يبقى عندي الدراسه الكامله ان انا اقدر اعملها كويس قوي. طيب انت بقى لما بتقعد مع فئات مختلفة ومتنوعة، كانت مثلا المزارعين مثلا لهم مشكلات الأرض الزراعية، مع فئة المدرسين لهم مشكلات بقى إذا كانت بقى دروس خصوصية، أو الملفات دي يعني بتحتل مساحة من تفكيرك ومهموم بيها، ولا شايف الموضوع إزاي؟ أكيد يا دكتور، أكيد مهموم بيها. وطبعا يعني أنا في بداية كلامي قلت لك أنا عايز أساعد الناس كلها، يعني مش أساعد فتح رغاي، لا أنا عايز أني طالع إن معتبر إن مصر دي بالنسبة لي بيتي. تمام. فطبعا شو اي اب بيخاف على ابنائه، فبيبص لابنه الكبير، ابنه الصغير، ابنه اللي كده، فهو دي الحاجه اللي انا ببص لها، ان مصر دي بيتي اللي انا عايش فيه. الله عليك. فطبعا اي واحد في بيته عايز ابنائه يطلعوا احسن ناس في الدنيا كلها، وبيته بقى احسن بيت في الدنيا كلها، وهو دي اللي انا اتمناه، سواء نجحت او ما نجحتش في الانتخابات، فانا بفضل ربنا انا ماشي في طريقي ومش هقف. يعني أنا عايز أقول لك آخر يوم في عمري مش هقف. ربنا يوفقك، طاقة إيجابية أنا الحقيقة لامسها في كلام حضرتك، وأنا يعني هاخد واستعير من كلام حضرتك الجميل الرائع دوت. وأنت بتقول أنا حاسس إن أنا في مصر بيتي دوت، أنا الأب وأولادي معايا. يعني أنا بشوف ده، ودي حقيقة إن سيادة الرئيس السيسي طبعا بيعمل ده فعلا، هو الأب لكل المصريين، وإن هو بيقدم كل مجهود وكل تضحية وكل فكر وكل وقت عشان ينجح بمصر، رغم ان بعض الناس مش فاهمين ده، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ويبقى دايما في تقدم عشان مصر تنجح. طيب استاذ احمد، النهارده لو بتقعد مثلا مع فئة الشباب، هل بتقوم بدور توعوي وبتفهمهم مثلا ازاي يعني يشتغلوا مثلا على ملف الطرق، ازاي مثلا يشتغلوا مثلا على ملف الشباب نفسه؟ يا جماعة الشباب دول هم الطاقة الحقيقية للمجتمع، هل الشباب تحديدا هيحتل مساحة من تفكير واهتمام حضرتك فيما يتعلق بمثلا مراكز الشباب، النوادي، يفرغوا الطاقة الإيجابية اللي عندهم أو الطاقة السلبية اللي عندهم علشان مثلا يشتغل بالرياضة، ده هيبقى أفضل، بتفكر في ده؟ اكيد طبعا يا دكتور. وهو الشباب هو المفروض، هو الشباب هو القادم، يعني هو الشباب هو عنوان مصر، وانت نموذج للشباب. وانا يعني ما اقولش انا، يعني هو الشباب القادم هو نموذج، وهو الشباب هو المفروض هو اللي دعم الدوله. يعني المفروض اني كراجل مثلا شاب وشايف ان مثلا الشارع عندي مش مثلا مش كويس، شايف ان في ماسوره مجاري بتعمل اس، لازم انا اساعد الدوله واقف، لان دي حاجه في وشي، دي حاجه تشرفني. تمام. يعني ايه السلبيات اللي انت بقى لمستها ولاحظتها وانت بتعمل جولاتك اليومية او كده في مثلا قرى الدايرة بتاعتك اللي هي دايرة طلخة ونبرون؟ ايه السلبية شفتها يعني، وايه هل وجدت استجابة من الناس ولا وقبول كده لتحسين الحالة ولا ايه؟ والله يا دكتور الناس عايز، يعني لما بيكون حد في مشكلة بيستجيز بأي حد طبعا. طبعا. فطبعا لما حد بيلجأ لي ما بسكتش او بسيب نفسي لما بوصل لنفسي المسؤول مرة واثنين وثلاثة، بحيث ان هو يستجيب لي طلبي، بحيث ان في مشكلة. وبرضه يعني احنا بتبقى عندنا مشكلة ان برضك المسؤول ما بيتحركش لما يكون في مشكلة. تمام. يعني في 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 البلد اللي هي كفر الابحر، اما الطفلين ماتوا الدنيا اتحركت وتعمل لهم خط مياه، ولسه دلوقتي يعني انا امنيه حياتي انا اعمل لهم شبكه او اوفر لهم محطه مياه تبقى موجوده عندهم. وامنيه حياتي اللي عندي في نابوراه ان انا اجيب مدارس تجريد اللغات عندنا، لان برضك مصاريف الاهالي عبء، ان المواصلات من هنا، يعني مثلا هو بيدفع مثلا مبلغ صغير في المدرسه، فبيبص بيلاقي بيدفع الدفع في المواصلات من نابوراه للمنصوره.
عيب على ولي الامور. على ولي الامور. طيب حضرتك النهارده النهارده بتمثل قيمه كبيره طبعا لصاحب السعاده وللمجتمع كله كنموذج مميز. انا عايز اقول لحضرتك استاذ فتحي رجائي رجل اعمال مرشح مجلس نواب 2020، انت كمسؤول هتعتبر همزه الوصل بين الجمهور او المواطن او الناخب وبين القياده السياسيه. شايف حضرتك ان انت يعني بتبقى مهموم قوي بمشاكل الناس. النهارده كنت انا قبل الهوا كنت بكلمنا عن بعض المشاكل متعلقه بصرف الصحه ووريتني فيديوهات كتير قوي. لما حد بيتصل بيك وبيستغيث بيك مثلا يعني الحقنا في مشكله بتتحرك على طول أكيد. وبتبقى عن طيب خاطر ولا الموضوع بيبقى فيه شويه؟ والله يا دكتور لو يعني حضرتك انا مصدقك من غير ما تحكي. بصحى الصبح من النوم يعني حتى مثلا جاي تليفون من الصبح بصحى وبروح بشوف المشكله يعني ما فيش عندي اي مشكله بالنسبه لاي حد، لدرجه ان انا منزل اصلا صفحه وحاطط على رقم تليفوني اللي عايز اي حاجه يتصل بيا. كويس قوي. يعني انا من يعني اي حاجه مثلا وسط عن دكتور مستشفى حد عايز اكسجين تنفس اللي انا اقدر اوفر له مثلا ام بيت يعني عملت ده فعلا؟ عملت ده فعلا. يعني لو مريض مثلا اتصل بيك بالليل وقال لك ابني تعبان او اخويا تعبان او زوجتي، بنزل بشوف مين اللي عنده الاكسجين وبسيب بطاقتي بعمل بقدر من استطاعتي. انت كمواطن بقدر ما استطعت ان اوفر له ام بيت الاكسجين. في حاله انسانيه مثلا واحده ما فيش يعني في حاجات ثانيه ما ينفعش اتكلم فيها على هو يعني الواحد بيعملها. فاكيد طبعا يعني مشكله اللي احنا بنمشي فيها دلوقتي الصرف الصحي، الزباله، الكمومات في الشوارع، تعقيم البيوت، المساجد، المصالح الحكوميه. فطبعا واحد يعني ماشي في الطريق دوت وما يعني ما بيكنش يعني ممكن اقطعك يعني اتفضل قول. ممكن اكون مثلا في عزبه او قرى واطلع تاني على مكان تاني. مش سؤال احمد استاذ فتحي رجائي، ماذا لو كنت مسؤول؟ عشان انا هبروز بقى الجمله دي كده او الجزء ده من الفقره يبقى اخر حاجه نهي بيها. لو كنت مسؤول النهارده في البرلمان واقف في البرلمان هتتعامل ازاي؟ واحساسك هيبقى ازاي؟ وحبك اللي انا شايفه دلوقتي هيبقى هو اللي هيقل شويه. لا هيبقى هو ممكن يزيد كمان. رساله توجهها بقى لجمهورك اللي بيحبك اصلا قبل ما تنتوي ترشحك لمجلس النواب. عايز تقول للناس ايه؟ جمهورك عايز اقول للناس ان هو فتحي رجائي هو فتحي رجائي سواء داخل مجلس الشعب سواء مواطن عادي اي حد عنده مشكله او اي حد في مشكله انا مش هتغير من ناحيته. وانا بحب الناس هم اللي اصروني ان انا انزل مجلس الشعب لان انا كنت رافض يعني الفكره بالنوع ان انا ابقى متفرغ لمشاكل الناس. يعني انت طلبت الحاجه زي كده؟ يعني ناس يعني. اصروني ان انا ارشح نفسي في مجلس الشعب وقالوا لي انت اولى واحد انك انسب واحد بالنسبه لنا اللي احنا نقدر حتى لو بالليل هنقبط عليك وهنجيبك من قلب بيتك. بتبقى مبسوط؟ اكيد. قد ايه؟ فرحان اما بتقدم خدمه لبلدك. يعني انا يعني دي تعتبر خدمه زي الجيش زي الاطباء زي كل حاجه. اما بتوفر حاجه لبلدك اما بتشيل حاجه من على الطريق سلك مقطوع عمود هيقع على طفل في صرف صحي لازم يتغير بتروح تقف وبتكلم المسؤول وبيتغير وبتقف معاه بقف معاه وبتصور معاه والصوره انا بعتها لحضرتك بحيث ان انا بوصل للناس ان انا يعني الموضوع ده خلص. طبعا بتبقى فرحه وكفايه الدعاء اللي الناس بتدعي لي. طبعا دي تكفيني ان طبعًا الناس بتدعي لي. وطبعا لما بنزل ايام كورونا والف واروح واجي وطبعا مش حاسس ببيتي بتاتا ومش خايف على اولادي من اللي ممكن يحصل لي بره. بس اهم حاجه ان الحاجه دي تخلص ان اي حد حاسس بنقص او بحرمان او اي واحد حاجة او احتياج فطبعا لازم اقف جنب منه. وعايز اوصل برضك للدوله ان دي احسن دوله في مصر وان ان ان, إن, إن اوصل للمسؤول ان بلدي ديت مثلا دي بالنسبه لك انت تستحق الاهتمام انني ما اديش فرصه ان اي حد يخش يتكلم يقول شوف الزباله شوف مش عارف ايه شوف مش عارف ايه عشان حتى صورتنا قدام العالم وقدام الطرف الاخر تمام. هو ما يشوش اي احنا عايزين يعني مصر دي ام الدنيا فاحنا عايزين تبقى ام الدنيا. تمام استاذ احمد استاذ فتحي رجائي انت النهارده بالنسبه لي مصدر للسعاده ومصدر للطاقه الايجابيه ونموذج. الحقيقه انا شايفك ناجح قوي ولما بتقول لي انا ما طلبتش ارشح نفسي لكن حب الناس هو اللي عمل ده يعني وقدم ده يعني. استاذ فتحي رجائي يعني عايز اقول لك بقى طبعا انا فرحان جدا وسعيد جدا طبعا بتشرفك ليا. كلمه اخيره هتقولها بقى للناس اللي للناخبين بقى عشان صوتهم ما يبطلش يعملوا ايه؟
والله يا دكتور الناس اول حاجه تفكر تشوف مين المناسب، لان الصوت امانه قدام ربنا وقدام بلدنا. ان انا اختار العدو اللي هيمثلني ان هو هيقوم بدوري في البرلمان اللي هو هيوصلني، وافكر صح واخش طبعا طبعا في القائمه، طبعا واحد في القائمه واثنين فردي. كويس قوي استاذ فتحي رجائي العبقري الشاب العظيم اللي قدم نموذج النهارده يا جماعه للانسان الجاد المجتهد اللي عايز ينهض بشكل محترم بشكل جاد ويغير ملامح وطنه وبلده للافضل والاحسن وللاشيك، حتى تبقى صورتنا قدام العالم كله مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا. استاذ فتحي رجائي يعني بتقدم بخالص شكر في نهايه فقره النهارده لحضرتك، وشكرا جزيلا لتلبيه حضرتك لدعوتي. شكرا يعني. يا دكتور وما شاكرين لافضلك وربنا يبارك في حضرتك. شاكر جدا مشاهدينا طبعا يعني استاذ فتحي رجائي كان مشرفنا النهارده في الفقره الاولى. في الفقره الثانيه ان شاء الله هنستقبل العبقريه في التغذيه العلاجيه خبير التغذيه العلاجيه دكتور علاء شحاته، هنتكلم عن موضوع مهم جدا يوم صحي صح. في الفاصل ان شاء الله قبل ما اطلع فاصل في الفاصل هنقدم فيديو، الفيديو ده متعلق بشخص الاستاذ محمد فوزي. استاذ محمد فوزي اخ فاضل، هو طبعا قدر الله سبحانه وتعالى ان يصاب باعاقه، هنشوف الفيديو دلوقتي ويعني اسال الله سبحانه وتعالى انه يشفيه ويعافيه، وبدعو الجميع بقولها بصوت عالي من فضلكم اي حد حابب يقدم المساعده والدعم الاخ لينا يتفضل، واحنا ارقامنا موجوده على الشاشه، ابقوا معنا بعد الفصل. بس خش بقى خش. وأطلع الصور دي كمان. بس عشان أتكلم محمد فوزي من كفر الجنينة مركز المحلة، دلوقتي انت شاب بيت اهو الصبة كلها واقعة وبتنزل عليا مياه في الشتاء، وعايز فاعل خير يساعدني في بناية البيت، واللي يجيب له رمل اللي يجيب له زلط اللي يجيب له حديد، وكل ده في ميزان حسناته وله الأجر والصواب عند الله، واللي يعمل حسنة بعشرة أمثالة وكله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله.